في إقليم قرسيف. كما تتبعت معنا البرنامج الأول كان هو عبارة عن تقديم المشاريع اللي نجزتها الجهة بالإقليم اللي كانت عبارة عن طرقات، كهرباء، بناء ملاعب القرب، حفر ديال الآبار، يعني هادو مشاريع كلها اللي كانت مسطرة في 3 سنوات اللي تقريبا وصلت 98% في الإنجاز ديالها. والمشروع الكبير اللي هو الكهرباء ديال العالم القروي في الجهة اللي اليوم الجهة أنجزت أكثر من 200 مليون نتاع الدرهم في إطار الكهرباء ديال العالم القروي، واللي إقليم قرسيف استفاد أكثر من 50%. والآن احنا متواجدين في واحد الوحدة الصناعية اللي تقريبا كتخدم أكثر من 300 شخص واللي استفدت من الدعم ديال الجهة، تكون هذه رابع وحدة اللي استفدت من الدعم ديال الجهة واللي كيشغلوا أكثر من 1000، المجموع ديال هذه الوحدات يشغلوا أكثر من 1000 يد عاملة. اليوم هذا البرنامج هو برنامج مهم، الإقليم ديال قرسيف اليوم استفد أكثر من 240 في 3 سنوات أكثر من 240 مليون تاع الدرهم من المجلس الجهة، وكذلك في إطار الشراكات أكثر من 400 مليون تاع الدرهم. يعني الإقليم فاتي، إقليم يستحق الالتفاتة. اليوم الجهة كتحاول تقوم بالدور ديالها في جميع الأقاليم. اليوم جاء الدور ديال الإقليم ديال قرسيف، وإن شاء الله عندنا مواعيد في أقاليم أخرى، وكاين إن شاء الله عدة أنشطة وكاين عدة استثمارات اللي إن شاء الله الجهة غادي تستقبلها في 2019 واللي غادي تحاول تخفف العبء من ديال البطالة وتمتص البطالة ديال اللي كتعرفها الجهة، لأن هي الجهة كتعرف واحد البطالة اللي مرتفعة جدا. وإن شاء الله بهذه المشاريع هذو هما اللي غادي إن شاء الله وبالدعم ديال التعاونيات نحاولوا باش نوصلوا للمبتغى ديال هذه المنطقة ديالنا. هي المنطقة تدارت تحت لنا الفرصة اللي كانت هذا المعمل اللي هو جمع بزاف ديال البنات اللي كانوا ضايعين خدامين في البادية، اللي دابا الحمد لله تحت لنا الفرصة اللي دابا رحنا خدامين فيها، والحمد لله تحت لنا جميع الفرص، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، وكنشكروا هذا الاستثمار اللي داز بنجاح، وكنتمنى وان شاء الله نزيدوا القدام. وشكرا. هذه المجموعة هي مجموعة صناعية اللي المقر المركزي ديالها في مدينة جرسيف، متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، المنتوجات ديالها 100% موجهة للتصدير، رقم المعاملات 100% بالعملة الصعبة. هاد السنوات الأخيرة هاد المجموعة الصناعية عرفت تطور مهم، بحيث أنها أعلنت على إحداث 3 وحدات صناعية جديدة بوجدة، توريرت، وتدارت، اللي هي جماعة قروية بإقليم جرسيف. هاد الاستثمار ديال هاد الوحدة نتاع تدارت هو استثمار نتاع 10 مليون ديال الدرهم، استفد من الدعم نتاع البرنامج التسريع الصناعي نتاع وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك بدعم نتاع مجلس جهة الشرق اللي كيدعم المشاريع اللي كتخفض من البطالة في الجهة الشرقية، خاصة وأن الجهة الشرقية كتعرف معدل أعلى من المعدل الوطني ديال البطالة. الوحدة حاليا كتشغل 200 منصب شغل قار، وعندها برنامج أنها في نهاية 2019 غادي تزيد 100 منصب شغل آخر، بهدف أنه نهاية 2021 وصلوا ل 400 إن شاء الله الرحمن الرحيم. الوقع الاقتصادي والاجتماعي ديال هذه الوحدة على الجماعة ديال تدارت وعلى الإقليم ديال قرسيف ككل هو وقع مهم جدا، بحيث أنه غادي تخلق واحد الدينامية مهمة في المنطقة. للتذكير، هذه المجموعة الصناعية مجموعة مغربية، الشركاء ديالها مغاربة، رأس مال مغربي 100%، وكنتمناو أنه يعني هذه الوحدات الصناعية يمكنونا باش يكون عندنا موقع صدارة مع الزبناء ديالنا. وشكراً.